بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان يوم جديد وملوك الصلاة. النهاردة معنا حلقة خاصة للغاية، هنحتفل بنجوم كرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي، وأيضا في الجزء الثاني من حلقتنا هنحتفل بفريق كرة السلة للناشئين للرجال في النادي الأهلي، إنجازاتهم وكل مشوارهم في البطولات سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأفريقي. في البداية برحب بضيوفي الكرام، كابتن مي خالد مساء الخير، كابتن النادي الاهلي في كره اليد مساء الخير ومنورنا كده. ربنا يخليك، ميرسي جدا ميرسي. ايضا كابتن انيه خالد برضو لاعبه كره يد النادي الاهلي مساء الخير ومنورنا. في البدايه نتكلم على فرقه النادي الاهلي السيدات، مشوار بطوله الدوري السنه دي ما شاء الله محققين انتوا ارقام قياسيه جميله جدا، فوز متوالي. طبعا انت هتتحكي عشان ايه عماله احسدكم من بدايه اللقاء ان انتوا ما شاء الله يعني بتكسبوا بشكل مميز للغايه، اكيد الكلام ده ما جاش من فراغ، في استعداد كان قوي. طبعا يعني احنا بنستعد قبل الموسم تقريبا ثلاث شهور ونص، بنعمل فتره اعداد ونبتدي يعني نعمل ماتشات وديه ونروح الجبل، ويعني في حاجات مشقات بنعدي بيها كتير قوي يعني عشان نقدر نحافظ على اللي احنا بنوصل له كل سنه ان شاء الله. طيب وبالنسبه للنادي الاهلي ما شاء الله في كره اليد دايما يبقى بينافس على البطوله، ازاي بتجددوا الدوافع؟ انتوا كل سنه بتشتغلوا جامد جدا على اعلى مستوى، كابتن بيسا ما شاء الله كابتن ياسر صلاح بيحطوا لكم يعني جدول زمني بمعدل تمرين يعني بيخلوكم الاول ما شاء الله على طول. بص، واحنا يعني دايما الدوافع بتيجي من جوانا، دي رقم واحد، ان احنا بنبقى عايزين نعمل حاجه اجدد من اللي فات، غير ان المنافسين يعني لا احنا السنه دي هنكسب وبتاع، فبيفضلوا يعني ايه يحمسونا، طب خلاص تمام الملعب موجود ونشوف، يعني اكيد اللي تعب اكتر هو اللي هيستحق ان هو يفوز يعني، فبيبقى في دوافع من جوانا احنا بنشد بعض، وخاصه بيبقى في كمان عناصر جديده بتخش الفرقه سواء ناس متصعده او ناس بتيجي مثلا من فرق تانية او كده، بتبقى يعني زي دعم من الجهاز بيدعمونا بعناصر جديده، فده بيبقى زي كولكشن، كل واحد بيحاول يثبت نفسه ان هو يكون موجود وان هو يكون رقم واحد في مكانه، فده اكيد بيبقى تنافس داخلي، غير بقى التنافس الخارجي بيجي من زمايلنا اللي في الانديه الثانيه، طبعا احنا اصحاب في بعض بس يعني برضه بيقولوا بقى مثلا احنا هنكسب بقى من كل الدوري، لا احنا البطوله الجايه بتاعتنا مش عارف ايه، طب خلاص تمام، فاحنا بنبتدي بقى نشد بقى من بعض، لا يا جماعه لازم نركز كده يعني. تورس على نفسكم عشان توصلوا طبعا. كابتن امنيه، كره اليد لعبه صعبه، لعبه شاقه بالنسبه للرجال، فبالنسبه للسيدات تبقى الامر برضو بيحتاج مجهود كبير، نفس الشيء انتوا تمرينكم كل يوم صح؟ صح. هو يعني احنا فعلا بتبقى لعبه صعبه، حتى كل الناس اللي بره هاندبول بيقعدوا يقولوا لنا انت انتوا ازاي بتلعبوا هاندبول، انتوا ازاي بنات بتلعبوا هاندبول، يعني لعبه فيها عنف، فيها مجهود، فيها طبعا الالتزام، وست ايام في الاسبوع فعلا، بس احنا الحمد لله بيبقى خلاص بيبقى احنا حابينها قوي وبقت جزء من حياتنا، فبنعرف يعني نواكب في الموضوع. طب انا سامع ان كابتن بيسا بعد التمرين بيتريحكم وتدخلكم الجيم. يعني لا يعني مش عايزين ندخل فنيات، بس ده حاجه سيستم عندنا، لا بس يعني كم مره في الاسبوع يعني. بس هي الجيم بيبقى غير ساعتين الملعب، غير الساعتين الملعب يعني التمرين ساعتين وجوه الجول. بس كابتن بيسا كابتن بيسا لا ساعات بنقول يعني مش عارف، طب خلاص بقى ممكن لو سمحت انت اللي بتتكلم مع الكابتن، بس هو السيستم بيبقى من الكابتن اصلا. طب انتوا ايه اصعب المنافسين اللي كانوا قدامكم السنه دي في الدوري؟ هو يعني برضه نفس، هو يعني هي بيبقى نفس المنافسين كل سنه بيتكرروا يعني، سبورتنج وسموحه والشمس، دول اكتر حاجه يعني. سبورتنج والشمس وسموحه، مفيش نادي الزمالك؟ لا مفيش نادي الزمالك، يعني هم مميزين في اليد رجال. لكن في السيدات يوم تاني بقى من كذا سنه صفوهم يعني وما عملوش تاني. فالمنافسه القويه ما بين فرقه سبورتنج تاني بقى، سبورتنج هو المنافس الاول، هو المنافس الاول بيبقى عندهم اهتمام كبير، عندهم لعبات في المنتخب، عندهم عناصر كويسه قوي، بيبقوا كويسين. انتوا كسبتوهم السنه دي؟ كسبناهم، لعبناهم مره وكسبناهم، ان شاء الله يعني عندنا برضو في الدور الثاني نلعبهم مره كمان. هتلعبهم على يعني على مدار الموسم بيبقى مرتين. طب بالنسبه للدخول في بطوله افريقيا استعداداتكم بتبقى ازاي؟ تقال ان تسيد اللعب على المستوى المحلي بيبقى له دوافع اكبر في الناحيه الافريقيه، انه يعني بقى لكم فتره ما بتشاركوش. هو حقيقي فعلا ان احنا بقالنا فتره فعلا ما شاركناش، فهو يعني
في كمان يعني هو الـ زي ما مي هشام سافرت قبل كده افريقيا، بس احنا الجيل الجديد ما شفناش قبل كده افريقيا خالص، بس دي تبقى اول مره وانا صراحه متحمسه قوي ان انا اشارك في بطوله كبيره زي دي. موني لعبت كاس عالم، موني من العناصر اللي طلعت من مواليد 96 وطلعوا معانا الجيل بتاعهم لعب كاس عالم، يعني موني كانت من العناصر الجيده طبعا اللي ضافت للفرقه. موني على فكره حارس مرمى هي امنيه، بس احنا بنقولها موني فامنيه دي غريبه علينا جدا. طيب بالنسبه بقى لخبراتك كابتن مي، لعيبه جداد بتبتدي تستقبليهم ازاي؟ دي بيبقى ليه طبعا دايما الكابتن في النادي الاهلي ده بيبقى على كل اللعبات بيبقى له ادوار مختلفه عن اي كابتن في اي نادي. بصوا انا كابتن بس يعني فريش جدا يعني بتحس ان احنا يعني قريبين جدا من بعض، احنا اصحاب جدا وفاكين جدا وكل حاجه، عشان يعني انا عندي اعتقاد كده ان الروح بتيجي من بره الملعب فبتنعكس جوه الملعب، غير ان احنا كلنا واحد، طالما طلعت درجه اولى فانت لعيب كبير فانت لازم تبقى محترم، ده كويس جدا وحاطه قدام عينيك ان انت خلاص لعيب مسؤول عارف التزاماتك ايه المطلوب منك ايه واجباتك، بتبتدي بقى تظبط دنيتك على الكلام دوت، مش لازم حد يقول لك اعمل نم بدري اعمل. لا يعني اعتقد كل الناس لا يعني، بس طبعا في وقت كده بنفك بيه بقى مع بعض في الجيم دايما يعني المشاهدين شايفين، بتبقي متابعه الشغل ولا انت بتركزي مع نفسك؟ لا الكابتن بقى يعني عازل الموضوع ده جدا، يعني احنا كل واحد مركز في دوره، الجهاز هو المنوط بيه القصه دي خالص يعني، فاحنا ما بنركز خالص في ايه اللي هيحصل وايه الاداريات لا كل واحد بيركز في تمرينه وهو بيشيل عننا العبء الكبير ده، ده حقيقي يعني بصراحه. طيب وبالنسبه للماتشات الكبيره بيبقى ليكي دور ان انت بتتكلمي معاهم، لان اكيد مش كل الماتشات تبقى سهله، في بعض الاوقات تبقوا متعادلين تبقوا متاخرين، بتقدري ان انت تلمي الفريق؟ ما فيش ماتشات سهله عشان بس نبقى واضحين، ما فيش ماتشات خالص سهله، يعني الماتش بيبقى في الاول بيبقى مقفل جدا، بنقعد شويه وقت لحد ما بنقدر نسيطر على الجيم، وبعدين الدنيا بتبتدي تفتح بقى فبنبتدي نلعب بسيستم لعبنا احنا، فده بياخد مننا وقت، ممكن الماتش يقعد كتير لحد ما نسيطر عليه شويه حسب طبعا الجيم والحكام الجمهور المنافس، احنا مش فايقين مثلا ممكن ده وارد جدا، فكل دي بتبقى حاجات بتاثر على ان احنا نخلص بسرعه الدنيا، والكابتن كمان بيبقى محدد معانا بعض النقط ان احنا يعني نركز عليها، مثلا عايز نجري كتير، عايز مثلا شوط معين بطريقه معينه، فاحنا بنتمرن يعني كل مرحله ده احنا ملعب طبعا يشهد ده لوحده. طيب امنيه بالنسبه للعيبه الصغيره بتخش الدرجه الاولى، ليكي اكيد ليكي طموحات وليكي تارجت معين او هدف معين عايزه تحققيه مع النادي؟ ايه هو؟ هو انا يعني هدفي دلوقتي غير ان انا العب سيزون كويس، ان انا يبقى بشكل مشرف يعني، ان هي بطوله افريقيا الجايه ان شاء الله يعني يا رب، ان انا لو شاركت فيها العب برضو بشكل كويس يليق باسم النادي يعني، واعمل حاجه ليا حلوه يعني ان انا هفتخر بيها يعني. انت بالنسبه لك الحصول على بطوله الدوري كان برضو اضافه كبيره ان انت تخشي جوه مجموعه النادي الاهلي الدرجه الاولى وتحققي بطوله على المستوى المحلي، كان احساسك ايه وانت جوه الكوكبه بقى؟ لا هو فيرست تيم طبعا احساس مختلف يعني، انا كنت بلعب في سني كنت بلعب اساسيه بلعب كل حاجه، بس ان انا اشارك فيرست تيم ودرجه اولى لا كنت لا احساس بجد حلو قوي، ان انا مبسوطه وحاسه ان انا بعمل انجاز، ولا احساس فعلا مختلف غير ان انت تلعب في سنك عادي، لكن احنا مثلا حتى ان احنا جينا ان احنا خدوا احسن عناصر فينا لدرجه اولى دي كانت بالنسبه لي برضو مكسب يعني، او احساس برضو ان انا عملت حاجه يعني. طب مين كان مثلك الاعلى في الفيرست تيم قبل ما تطلعي الفيرست تيم؟ بص هو انا حاليا يعني احنا زميلتي هي غاده، فانا انا من زمان قوي حتى وانا اصغر شويه مرتبط يعني مش صغيره قوي يعني، بس فمن اختي برضو معايا في الفرقه كانت بتقعد تقول لي انا نفسي اشوفك زي غاده نفسي اشوفك زي غاده، فهي غاده يعني بالنسبه لنا. حبيتي لعبه الهاندبول؟ لا 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 انا قصدي ان هو حكي لو قلت لي ان هو قبل ما اطلع فيس تيم على طول
لكن لا ما حبيتش يعني انا ما كانش ليا ايدل قوي يعني في اللعب، بس بتفرج على ماتشات بره ببقى نفسي ابقى زيهم كده. لكن لا قبل ما اطلع في تيم على طول هي كانت اختي بتقول لي يعني شفتها شغل زي ده وبتاع. ما انتش معنى رياضه الهاندبول اللي اخترتيها من البدايه؟ بص انا لعبت حاجات كتير في النادي الصراحه، وانا والدي مدرب في النادي وكان بطل العرب وبطل افريقيا وفياز بالعالي، هو مازال مدرب في النادي دلوقتي ومدرب المنتخب، فانا كنت بتمرن معاه العاب قوى، قعدت شويه كده العب هاندبول والعاب قوى يعني مع بعض بارلل لبعض، لحد بقى ما دخلت المنتخب في الهاندبول، فبدات شويه يعني كافه الهاندبول ترجح اكتر شويه يعني. بس انت مش شايفه انك بتلعبي العاب قوه وهاندبول كل ده حاجات يعني طف شويه على 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 بنت؟ بص هو اكيد مش زي يعني رفع الاثقال ويعني مش كده قوي، بس لا هي لعبه يعني انا حاسها لا فيها شويه، يمكن انا المركز بتاعي إليجنت شويه ورقيق يعني ما فيهوش خبط كتير، في زمايلي في الفرقه لا يعني دول بقى اللي بيدافعوا عننا يعني دول اللي هم دول اللي بيتصدوا للصعاب القوي. انت شايفه ان الهاندبول لعبه فيها تاكتكس وفيها فنيات حببتك ان هي اللعبه كلها يعني اللعب مش بس فيزيكال هو منتال كمان، فانت بتفكر ايه الحلول، هي في اقل من يعني في اجزاء من الثانيه انت بتفكر ايه الحل الامثل للموقف ده للعب، وده يعني يمكن حتى من خلال الدراسه انا يعني بدات اكتشف ده، ان انا تربيه رياضيه وماجستير هاندبول وبي اتش دي كمان يعني بحضره في الهاندبول، فالتاكتكس يعني موضوع كبير اللي هو ازاي اللعيب يوصل للفورمه او يبقى توب فورمه في التاكتكس يعني يبقى قادر ان هو يتصرف في الملعب، دي حاجة مش بسيطة يعني. بالتأكيد وهي لعبة أرقام وأنتوا دايماً بتبقوا مركزين على الساعة ومركزين في نفس الوقت على الأرقام، وبيبقى أغلب ماتشات الهاندبول بيبقى مثلاً الفرق فرق جون فرق اتنين وفاست بريك أو مثلاً طرد دقيقتين بيحاول الدنيا للناحية التانية، الحاجات دي بتبقوا مراجعينها وسط الماتش ولا قبل الماتش بتبقوا مركزين في إن مثلاً فرقة قوية جداً ما يبقاش فيه تدخل عنيف عشان مثلاً ما يبقاش فيه طرد دقيقتين أو حاجة؟ هي دي بتبقى خبرة ملعب دي اول حاجه، تاني حاجه بتبقى برضو توجيهات مدرب، دي بتبقى اكتر حاجه يعني هو كابتن هو اللي يعرف مثلا امتى يطلع واحده لو مثلا فاضل لها خلاص ان هي واحده انذار وتطرد لا ممكن يطلعها علشان ما تطردش، ممكن ياخد تايم اوت في وقت مناسب لو مثلا محتاجين نلم الملعب ونلم نفسنا، بس فهي بتبقى اكتر حاجه بتبقى خبره لعيبه وتوجيهات مدرب يعني. انتوا لعبتوا السنه دي طنطا والطيران واكتوبر والجزيره والمعادي وهولوليدو، كان اقوى ماتش بالنسبه لك كان الجزيره؟ اشمعنى؟ تقريبا يعني بالنسبه لبقيه الفرق هم فيهم عناصر كويسه، الماتش بيبقى دايما يعني قريب يعني دي حاجه في الصح في الجزيره السيزون ده ما شاء الله عاليين، الماتش فعلا بيبقى دايما قريب بس احنا في الاخر بنقدر يعني ان احنا نعديهم يعني نكسبهم. طب هو ليه في الهاندبول يعني حارس المرمى بيبقى ليه دور كبير جدا في انه بيقلب نتيجه الماتش؟ يعني مفيش فرقه بتاخد بطوله لما يكون الحارس بتاعها يعني سوبر. صح. يعني مش عارفه بس هو فعلا يعني زمان لما كانوا بيقولوا لنا ان الجون نص اللعيب نص الفرقه لا دي حقيقه، يعني هو الجون يقدر يخلي فرقه من حته لحته ثانيه خالص. يعني ما افتكرش ان مثلا يعني فرقه كسبت والجون بتاعها واقع، لا ما اعتقدش يعني. بس فهو الجون دايما بيشيل وبيسند لا ليه دور كبير يعني. ليه دور كبير جدا وخاصه لما بقاش في يومه بتبقى الموضوع صعب جدا بقى على المدافعين. بس دايما بيبقى يعني في مثلا لو انا مستواي قليل النهارده لا في مثلا لازم يبقى في تغيير. بيبقى في اللي بعدي بيشيل اللي قبلي كده. مي بقى بخصوص ان انت كابتن التيم ومتحكمه في الفرقه زي ما كل الزمالك بيقولوا. عايز اعرف انتوا شايفين بطولة افريقيا اللي جايه مشاركه جديده بالنسبه لكم وبالنسبه لبعض اللعيبه اللي جايين جداد زي ما ابتدينا كلامنا، هل في استراتيجيه معينه السنه دي انتوا حاطينها بحيث ان انتوا تخشوا تنافسوا عليها؟ احنا لعبنا من سنتين لعبنا افريقيا وكانت في المغرب، كان بقى لنا فوق ال 20 سنه ما شاركناش خالص في افريقيا، فرقه كانت جامده جدا لا او احنا او بعد ماتش اتنين بدات الفرق يعني تعمل علينا سكاوتنج وبدات تشوف ايه الفرقه اللي طالعه مش فاهمين لها حاجه دي،
لا بدأنا نثبت نفسنا، بدأوا الناس ايه ده انتوا جامدين انتوا كويسين، فدي حاجة بدأنا نثق في نفسنا تاني نرجع تاني. حصلت إصابة قوية لغادة كانت الحارس اللي معانا، دي كانت من الحاجات اللي أثرت علينا جدا. كان عددنا قليل أو كانت الخبرات اللي موجودة كانت قليلة، فالخبرات دي أثرت شوية إن الناس دي هي اللي بتلعب كل الماتشات، التبديل كان محدود شوية، فكان الناس بترهق جدا، وخاصة إن يعني بطولات أفريقيا بيبقى الفيزيكال فيها عالي جدا، فكله ضرب وشد وسرعة وباور، فبتبقى مرهقة جدا على اللعيبة، فكنا بنبقى تعبانين على طول. يا مين الفرق القوية في أفريقيا؟ هل شمال أنجولا. أفريقيا برضو لا. تونس شمال أفريقيا بيلعبوا بطريقة اللي هي يعني شوية قريبة من أوروبا. أفريقيا بتلعب بطريقة تانية خالص، حتى احنا استغربنا لما روحنا افريقيا، كنا احنا الفرقه العربيه او يعني الفرقه الوحيده اللي بيضاء، يعني كلهم افارقه وكلهم كانوا فعلا يعني هتلاقي الناحيه البدنيه عندهم قويه عاليه جدا عاليه جدا، واحنا كنا بنشوفهم في المنتخبات يعني. طبعا فرقه يعني في ناس من فرقه لعبت افريقيا على في سنها، لعبت كاس عالم، فهم عندهم خبرات بس مش قادرين يحسوا ان انت بتلعب بطوله كبيره، مش مع المنتخب بقى لا مع النادي، فده احساس مختلف شويه. انا بحسه يعني ليه طابع يعني احلى، لان الفرقه انت بتلعب معاها طول السيزون، فلما تلعب معاها تمثيل اقوى فرقتك. نعم. انما لما بيبقى منتخب انت مش عارف مين بيلعب جنبك، انديه تانية، ناس مختلفه، مدرب مختلف، فبيبقى شويه اللعب مش ما فيهوش يعني تحسش ان الموضوع سلس. نعم. انما تلعب مع فرقتك دي بتبقى ميزه كبيره، بتلعب على ارضك ودي ميزه اكبر واكبر، فاعتقد دي كلها هتبقى حاجات يمكن حتى كنت بدردش معاه في الطريق واحنا جايين، تقول انتوا مش حاسين، انتوا بس لما تشوفوا الاجواء والصاله والانوار والدخله والجمهور والهتاف وانتوا سامعين والكابتن بيدينا المحاضره بتاعه الماتش، هتحسوا الموضوع مختلف، هترسموا كده الصوره، هتحسوها، هتحس كل واحد بيطلع اقصى حاجه عنده، لو مكسور هيلعب وهيطلع اقصى حاجه عنده يعني. احنا عندنا تقرير مهم جدا عن يد سيدات نادي الاهلي، نطلع نشوفه ونرجع نكمل كلام. الحمد لله ربنا وفقنا، ده في دوري السوبر الحمد لله متصدرينه. المشكله ان احنا كان عندنا ضغط ماتشات الفتره اللي فاتت، منطقه القاهره والدوري، وعندنا الاسبوع ده برضو كاس مصر قبل النهائي ونهائي، درجنا المباراه والحمد لله اللي كان مطلوب من اللعيبه الحمد لله نفذوه. بنطلع بالمباراه واحده واحده عشان انت عارف ان احنا عندنا لسه لاعبين يوم الاربعاء اللي فات، كان ماتش تقيل، ماتش الجزيره اللي هو بتاع الكاس. الحمد لله ربنا وفقنا وبنوصل للفرقه، واحنا ده واخدينه اعداد لافريقيا مش اكتر. الحمد لله احنا فرق حوالي 9 نقط، فرق كبير، بس السنه دي انا شايف في تطور كتير في فرق البنات، يعني شايف جزيره، شايف الشمس، شايف سبورتنج، الفرقه دي طالعه كويس، والحمد لله يمكن ده فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى ان الماتشات دي وعلو الفرق التانية دي بيساعدنا انا في الاعداد لبطولة افريقيا، وان شاء الله كاس مصر ربنا يسهل ان شاء الله يبقى بتاعنا باذن الله. الفريق جاهز، احنا 18 لعيب جهزناهم كويس قوي، وعندنا ان شاء الله من يوم الثلاث قاعدين في معسكر لغايه يوم الخميس اول ماتش في كاس. لسه بدري طبعا، مفيش حد كبير على كرة اليد. نصيحة أنا بقول إن إحنا لسه ما عملناش حاجة، عندنا كأس مصر وإن شاء الله احترامنا للفرق هو اللي هيخلينا نكسب إن شاء الله. والله إحنا بنستعد كل دوت عشان ماتشات الكأس، الحمد لله إحنا ترتبنا الأول في الدوري، بعد كده في شهر عندنا في شهر 3 تجمعتين بناخد 4 فرق هما اللي بيصفوا، ده بيبقى بناء عليها في الدوري بيتحدد الدوري،
الحمد لله يعني نستعد كويس. الماتش بالنسبه لنا مش سهل ولا صعب، بس احنا بنركز على الحاجات اللي ناقصانا، بنركز ازاي نحقق اللي احنا عايزينه بالذات في الماتش، والحمد لله يعني ربنا بيوفقنا والنتيجه بتاعت ربنا في الاول في الاخر. في ناس مستواها كفرقه مستواها بينزل، يعني مش حاسه ان في حد بدا يجرينا زي الاول. كنا بنعمل مثلا حساب لماتشات من قبليها بفتره، دلوقتي ما فيش. الحمد لله يعني مستوانا احنا كمان بيزيد، وعشان عندنا افريقيا فحاطين هدف قدامنا، فالحمد لله ربنا بيحققه. يعني من رحب بحركه مره تانية ونروح لامنيه. امنيه، مين الفرق اللي انت بتتابعيها بره وبتحبي دايما تتفرج عليها كمنتخبات؟ ممكن فرنسا، اسبانيا ممكن برضو قويه، منتخب بيبقى قوي. في بقى يعني ممكن افريقيا، انا بحب يعني بحب اتفرج على افريقيا، بحسهم يخصونا كده طبعا. يعني بتحبي تذاكريهم يعني شويه. يعني دول في افريقيا كويس. بحب تونس قوي، مش عارف ليه. وبحب بقى انجولا واتفرج على الناس دي، يعني مستواها وصل لغايه فين. طيب فرنسا بالنسبه للرجال والسيدات هم من اقوى الفرق اللي موجوده على مستوى العالم. بالنسبه لانجولا، هل هم مش كويسين جدا في كره اليد في الرجال، ولكن اكيد في السيدات ما دام انت متابعاهم هم يعني كويسين؟ هو رجال لا مش قوي، لا بس سيدات موجودين بقوه يعني. هو دايما حتى انا برده ما اتفرجتش فيس تيم شكلهم عامل ازاي قوي، بس ودايما برده كاس عالم يعني بيبقى كلهم اقوياء، فانا مش ببقى متخيله قوي الموضوع. بس هما دايما بيقعدوا يقولوا لي ان هو يعني فرقتي اللي شافوهم يعني بيقولوا ان هم اجمد من الولاد كتير، يعني بيبقوا حاجه جامده قوي. اجمل من الرجال. ده لقاء الطيران امبارح، كان فرق سكور كتير. تمام، هو كان فرق سكور كتير، بس زي ما قلت لك الماتش في الاول ما بيبقاش سهل. بعدين هو بيبقى عارف ستيب باي ستيب، انت بتاخد سنه، كل ماتش بيبقى ليه تارجت بناخده منه عشان نوصل للي بعديه. يعني احنا عندنا معسكر ان شاء الله من يوم الثلاث، عشان عندنا خميس وجمعه عندنا كاس. الكاس طبعا ماتشات يعني ما فيهاش هزار، خسرت اوت، ف بيبقى التركيز زياده، مفيش غلطه. عندنا شويه حاجات مركزين عليهم، لان برده هو استعداد للي بعده، ان لسه الدوري ما خلص، بطوله المنطقه ما خلصتش، وكمان لسه افريقيا، فهو كله يعرف بيسلم بعضه كده، فتحس كل واحد لسه بياخد. طب انتوا طريقه اللعب بتختلف من ماتش للتاني، ولا انتوا سيستمكم واحد مهما كان المنافس في اللعب؟ لا مش السيستم مش واحد. يعني كل ماتش له طريقه وحسب الفرقه اللي قدامنا. يعني لو فرقه مثلا بتحاول ان هي تمسك الملعب وتحاول تموت الوقت وكده، لا بنبتدي نطلع عليهم بريسات ونجري عليهم ونخلص الموضوع، يعني نضغط بقى خلاص بريسات عشان نقطع الكوره ونحاول نخلص. لما بيبقى مثلا فرقه قويه وسهل انها تخطف منك الكوره وتروح عليك جون او فاست بريك او حاجه، لا بنبتدي بقى لا نمسك الملعب ونطول ونعمل تاكتكس ونمشي الدنيا وبالراحه والدنيا هتيجي، مش كله جري ومش كله لا. وفي ممكن ماتش واحد ونطلع وننزل نطلع وننزل، بيبقى حسب بقى. بس دي بتيجي من الخبرات يا مي، يعني مش اي لاعب بيقدر ان هو يتحكم في رتم اداء الفريق يعني او رتم الماتش. تمام انا معاك. احنا بينا وبين بعض ممكن مثلا اقول لها امسكي، لو هي مش سامعه الكابتن، وخاصه ان هيجي علينا ماتشات ممكن يبقى الجمهور صوته عالي، مش هيبقوا سامعين الكابتن، فاحنا مننا فينا خلاص بقينا حافظين بعض، وهي دي ميزه ان انت تلعب مع فرقتك يعني زي ما قلت لك، فبنبقى حافظين بعض. تفويته اشارات معينه خلاص احنا حافظين، بنتمرن كل يوم مع بعض، نعمل نفس الشغل مع بعض، فخلاص بقينا عارفين لو فلانه جت كده فانا اوتوماتيك هجري كده هعمل، فبقينا حافظين خلاص يعني خلاص الدنيا يعني. طيب بالنسبه لحارس المرمى، حارس مرمى كره اليد من المراكز اللي عايز اقول لك ان حتى في الكوره
الناس درست وخدت من حارس كرة اليد وابتدت تطبق على الحراس الكبار، يعني في النجوم الكبار. يمكن كان في حارس كبير في مانشستر يونايتد اسمه بيتر شمايكل، كان أول واحد طبق اللي هو طريقة النجم بتاعة الهاندبول وطبقها في كرة القدم. إذن الهاندبول من الـ من الـ من اللعبات اللي دايما في لعبات تانية بتاخد منها وبتبتدي تطور. إزاي يبقى حارس هاندبول يبقى حارس مرمى كويس؟ يعني أول حاجة طبعا هو يتمرن كويس، يتفرج، علشان انت نص 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 خبرتك، نص السكيلز بتبقى تيجي من ان انت تتفرج، تتفرج على الناس التانية. وطبعا التمرين مثلا تتمرن على حاجات معينة اللي هي ريفلكسز مهمة، سرعات رجلين، يعني كل الحاجات دي بتأثر قوي، يعني بتبقى محتاجة تمرين غير اللعيبة دايما، يبقى تمرين معينة. هل بتبقى محتاجة موهبة ولا هي بتيجي بالممارسة؟ لا يعني موهبه، لا موهبه ممارسه. يعني في لعيبه تقولي لا ده لعيب موهوب، وفي حد تحس ان هو مصطنع معمول. هي دي حقيقه. بس هو يعني انا بحس ان هو لو انت في الاخر عايز حاجه هتعملها، حتى لو جت بالتمرين. طبعا الموهبه بتاثر الطريق، بس لو انت عايز تعمل حاجه هتعملها. بالنسبه لمركزك في الملعب، انا برضو لحد دلوقتي مش عارفين مركزك بالظبط ايه. انا بلعب وينج ليفت. وينج ليفت. وينج ليفت ده بيبقى من اقوى المراكز اللي بتخلص الماتشات. هو شويه يعني بيعتمد اكتر على السرعه، ان هو يكون سريع، لانه بيجري اكتر كمان مسافه في الفرقه كلها، وسبرنتات بقى. وموني على طول بقى فاست بريك، يعني على طول تمسها كده الاثنين مع بعض. هي تلعب الكوره وانت تلعب. فكره موني اختها من معانا في الفرقه، بس هي مصابه لسه عامله عمليه، ومعانا برده امين، يعني معانا ناس برده. انتوا عندكم الطبيعي بيبقى فيه اصابات كتير. هي لعبه عنيفه ففيها اصابات كتير، ده حقيقي. بتبقوا مأهلين نفسكم ان انتوا يعني متوقعين ده بيحصل؟ ما هو ده العذاب بقى، الجيم. ما هو في جيم مش هيبقى فيه اصابات، فبيبقى غصب عننا عارفين ان هو حاجه مهمه، بس ساعات بنبقى فعلا مرهقين، بنبقى تعبانين، خاصه الماتشات ورا بعض والدنيا كتير والتارجت اكبر، فانت بتضغط وبتكربس ولازم فاهم؟ حاطين سكادول لازم هنعمله. انتوا بتتابعوا برضه ماتشات الهاندبول للرجال؟ طبعا. بتبقوا حاسين ان انتوا فيهم عايزين تلعبوا نفس السرعه بتاعتهم ونفس القوه؟ طبعا. هو مع اختلاف طبعا يعني التمرين اللي بيتمرنوا الولاد، ممكن احنا نتمرنه مع فارق طبعا الاوزان، او لو هو في الجيم، او مع التكرارات لو هو في الملعب، فبيبقى نفس الشغل، ما بيختلفش خالص، بالعكس يعني ممكن. بس بنتابعهم، هم اصلا زمايلنا كلهم يعني. شد حيلكم. مين اكتر لعيب في المنتخب بتبقى عاجبك اسلوبه؟ اكتر لعيب طبعا هو يعني عشان احمد الاحمر بالنسبه لنا طبعا كموهبه، يعني كموهبه طبعا. دي حاجه من، هو مش معانا في النادي طبعا، بس هو برده زميلنا، احنا كلنا ما عندناش الفواصل دي، كلنا صحاب وانتوا في المنتخب بيبقوا مع بعض كل الفرق بالظبط، فاحنا كلنا بنبقى صحاب، بس وقت ما بيبقى فيه جيم بيننا وبين فرقه ثانيه لا بنبقى مركزين في الموضوع، بيبقى شويه في حساسيات يعني. أمنية، أنت بتبقي مركزة مع الأرقام، أن أنت مثلا تعملي ريكورد أن يبقى عدد الأجوان اللي يجي فيك قليل، ولا الموضوع ده بتبقى سايباه للماتشات يعني؟ لا بص، هو أنا ساعات كتير قوي ببقى اللي هو مثلا أشوف الشوط اللي قبليه خلص كام، وأبقى أحس أن أنا عايزة اللي هو الشوط بتاعي بقى أقل، بس طبعا بسيبها يعني يعني تبقى عند ربنا دي. بس أنا فعلا ببقى ساعات بحس أن أنا لا، أنا عايزة أن أنا مثلا لا خلاص كده أقفل السكور على كده، ما يخشش في أجوان كمان، بس بتبقى حلوه يعني كموتيفيشن بس مش اكتر. طب انت لسه بتدرسي ولا خلاص دراسه؟ لا بدرس. طب ازاي بتقدري تواظبي بقى ما بين، او تعملي بالانس ما بين الدراسه وما بين التمرين؟ بس هو دي فعلا عشان خلاص بقت حياتنا، بقى جزء من حياتنا، اللي هو انا لو عايزه اعمل اي حاجه تانية تبقى جنب الهاندبول، يعني هاندبول برضو من اساسي، يعني ممكن اقول ان هو زي الجامعه. بس فانا دلوقتي كل يوم حياتي عباره عن ان انا بروح الجامعه الصبح، اخلص اطلع التمرين، ارجع بقى بالليل كل يوم. فهو من يعني بقعد كل يوم اكتر من 12 ساعه بره البيت، بتبقى موضوع مرهق قوي، بس خلاص انا عايزه الاثنين، فانا هعمل الاثنين. انتوا هتلعبوا مين بقى في كاس مصر الماتش الجاي؟ الشمس الماتش الاولاني. الشمس الماتش الاولاني. وبعد كده الكسبان، واعتقد انه هيكون سبورتنج، يعني حسب، ما كانش طبعا تكاس بيلخبط الموازين، سواء اول ماتش الشمس، وبعد كده هنلعب الكسبان من الماتش الثاني بقى.
طيب بالنسبه طبعا للكاس بيبقى زي ما انت قلتي استعداداته مختلفه تماما، هل بيبقى فيه لعيبه ممكن مثلا ما بتشاركش بصفه اساسيه بتاخد فرص، ولا بتبقى الموضوع لا خالص؟ لا خالص، لا ممكن، وارد جدا. يعني ممكن حد يكون مش موفق ينزل حد مكانه وهو اللي يخلص الجيم، ده وارد جدا، والحمد لله دي من الحاجات اللي احنا بقينا يعني مميزين بيها، ان احنا ال 16 اللي في السكور شيت اي حد ينزل، اي حد يأدي، اي حد هيشيل هيأدي زي اللي بره بالظبط، فاحنا اي حد موجود قايم بالدور كما يجب. هو يعني كم لعيب اتصعد يعني، او كم لاعيبه اتصعدت من القطاع للناشئين للدرجه الاولى السنه دي؟ هو السنه اللي فاتت طلع تقريبا 5 أو 6 96، مش متذكره قوي عددهم قد ايه، بس يعني عدد شويه يعني. السنه دي طلع 2، وفي حديثا بقى يعني في ياسمين عبد الرحيم وياسمين وحيد، وفي كمان معاهم دنيا صقر لسه بقى لها يعني اتضمت عشان تبقى ان شاء الله معانا في بطوله افريقيا. انت حاسه ان هم ممكن يبقوا اضافات قويه جدا، او ممكن في وقت قليل يخشوا المنتخب؟ هم في المنتخب اوريدي، هم في المنتخب ومحققين ولعبوا كاس عالم، ويعني العناصر مميزه، بس ده حقهم بقى ان هم يحتكوا، حتى يعني حتى لو الموضوع اكبر او كده، بس انا مش حاسه الموضوع اكبر خالص، لو هم موجودين وقادرين ان هم يعني يبقوا فاردين، يعني ممكن يحققوا حاجه وممكن يبقوا يفرضوا اسمائهم في الملعب، يعني لا خالص، يعني احنا معظمنا طلع منتخب ولعب وهو اصغر من سنه او لسه متصعد وطلع، والحمد لله ربنا وفقه، فلا ده مش بعيده خالص، هي ممكن باذن الله. انت بإذن بالنسبه لك عايز تلعبي اولمبياد؟ اتمنى لو في يعني عندك الطموح ان انت تبقي لعيبه اولمبيه وتشاركي الاولمبياد، بتبقى مختلفه شويه عن كاس العالم في حاجات كتير، بس انا بالنسبه لي يعني ما فكرتش في موضوع الاولمبياد دي قبل كده، بس هو يعني من احنا صغيرين يعني، اول لما مثلا قالوا لنا يلا هنجمع منتخب عشان نطلع كاس عالم، بقى كاس عالم ده حلم خلاص، ده بقى حلمنا بس، والحمد لله طلعنا كاس عالم. وحتى لما فكرت مثلا كمنتخب درجه اولى، لا فكرت برضه في كاس عالم، ما فكرتش في موضوع اولمبياد قبل كده. بالنسبه لكم هدف العالم التارجت الرئيسي؟ اصل هو كاس عالم يعني اصل احنا كبنات لا ما طلعناش اولمبياد قبل كده، ما حصلتش، بس ككاس عالم كنا احنا اول بنات نطلع كاس عالم. انا عشان كده سالت، هل عندك بقى ان انت زي ما كنتوا اول ناس تطلعوا كاس عالم تطلعوا نفس الموضوع كبنات تطلعوا اولمبياد؟ اتمنى يعني لو حصل. طيب انتوا دلوقتي بالنسبه لبطوله افريقيا هتلعبوا مدارس قريبه من اللي انتوا ممكن تلعبوها كفرق في كاستعدادات، يعني طبيعه المعسكرات دايما ان بتلعبوا فرق قريبه من الفرق اللي انتوا ممكن تلعبوها، بحيث ان المدارس مختلفه عكس الفرق اللي انتوا بتلعبوها في الدوري المصري. صحيح، حضرتك تقصد احتكاك يعني تطلع معسكر؟ هو تقريبا يعني الجهاز عندنا والنادي يعني محضر لنا تقريبا معسكر بره، وكان نفسنا بس نطلع بطوله قبليها كاحتكاك كنلعب، بس تقريبا ان هي يعني ما حصلتش، فبيفكروا في معسكر يعني تدريبي. طيب انا عايز قبل ما اختم عايزك كده توعدي بقى جماهير النادي الاهلي بايه؟ ان احنا ان شاء الله يعني نشرفكم في بطوله افريقيا ونعمل حاجه تليق باسم النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن مي ممكن بقى نحط بقى هاشتاج بقى احنا نطلع بهاشتاج بقى افريقيا اهلي، يعني ان شاء الله احنا مستنيين الناس تكون معانا وتستحملنا، يعني احنا هنحاول هنعمل اقصى حاجه، واحنا تعبنا بقالنا شهور يعني مموتين نفسينا، فاحنا بنحاول يعني ان شاء الله، وهم في ظهرنا. انتوا في ماتشات بيبقى فيها حضور جماهير؟ مش دايما لسه طبعا الحضور الجماهيري ما سيطرش لسه، بس دي هتبقى خطوه يعني لو افريقيا هتبقى خطوه عشان يرجعوا الكوره، ويعني الموضوع يتفتح سنه ويعني يبقى في ثقه ان ممكن نفتح المدرجات للناس، يعني ده اكيد هتبقى بالنسبه لكم دفعه كبيره في بطوله افريقيا، وهم هيجوا هم في بطوله الباسكت جم في بطوله افريقيا للولاد السنه اللي فاتت، الناس جت وكانت حاجه مرعبه يعني، حاجه جميله جدا. بتحس بايه لما تشوف جمهور النادي الاهلي؟ لا بحس ان انت معاك ناس بتلعب يعني بتلعب فانيلا بتلعب لوحدها، فده احساس مختلف، هو ده اللي كنت بحكيه لموني يعني في الطريق، ان احساس مختلف تماما. هو دي بقى الخبرات اللي انت بتنقلها. هم هيحسوها وهم ان شاء الله ينقلوها لغيرهم.
كابتن مي يعني كان نفسي الوقت بتاعنا يزيد، ولكن انتوا شرفتوني ونورتوني ودايما كده تنوروا بيتكم. ميرسي، ربنا يخليك. ميرسي جدا. ميرسي كابتن هنيه، شرفتيني ونورتيني. ربنا يخليك. لسه مستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل، عندنا رجال النادي الاهلي لكره السله. اوعى تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حديث.